نانسي تومان لاعبة منتخب مصر للجمباز الحائزة على الميدالية الذهبية لبطولة كأس العالم للجمباز الفني. يا نانسي مبروك، ألف مبروك. الله يبارك فيكي، شكرا. يعني قولي لي أولا مشاعرك إيه، وقولي لي على أي لعبة أو أي جهاز أنت خدتي الذهبية. انا اخدت ذهب على جهاز حصان الصفد، والحمد لله انا مبسوطه جدا، احساس ما يتوصفش الصراحه ان انا رافعه علم بلدي. البطوله كانت جميله الصراحه، وكانت تنظيم عائلي، فكان الجو حلو جدا. يعني المنافسه، مين اكتر حد منافس بالنسبه لك يا نانسي؟ كان معايا منافسه بنات من المجر وبنات من تركيا وجنوب افريقيا. كانت المنافسة جامدة جدا، ما كانتش ضعيفة، لدرجة ان انا كنت قاعدة لغاية اخر بنت بتلعب قاعدة مستنية النتيجة. النتيجة كانت ممكن تتغير في اي لحظة، بس الحمد لله قدرت ان انا احافظ على مكاني على الذهب. انت بتلعبي جمباز، دي اول ميدالية تاخديها ولا احرزتي ميداليات قبل كده؟ وبتلعبي جمباز من امتى يا نانسي؟ لا، انا اخدت اول بحر متوسط في 2018، وخدت اول افريقيا 2018، واول افريقيا 2019. وبس بالنسبه لك دي اول ميداليه كاس عالم؟ دي كانت اول ميداليه كاس عالم بالنسبه لي وبالنسبه للبنات في مصر. وبالنسبه دي أول يعني مرة، انت الحمد اول لله. انت اول بنت او يعني اول يعني امراه تاخد في البنات ميداليه في كاس عالم جمباز. طب ده تمام، يعني ده انجاز يا نانسي، ما تقولي كده من الاول. الحمد لله. ايوه مبروك يا الحمد حبيبتي. لله، الله يبارك فيك. شكرا. بتلعبي جمباز من امتى يا نانسي؟ من وانا عندي 4 سنين. 4 سنين بتحبي جمباز، وانت 4 سنين مامتك بقى اللي ودتك تلعبي في النادي ولا ايه بالظبط؟ لا، هو انا كنت شقيه شويه وانا صغيره، يعني شويه كتير، فبابا هو اللي اخدني ووداني الجمباز. هو كان بيحب اللعبه، فقال لي استغل طاقتي دي في الجمباز، والحمد لله لما بدأت فيها بقيت كويسة، وبقيت في الفريق وبجيب ميداليات على طول، فالحمد لله حبيت اللعبة وكملت فيها. بتحلمي بالأولمبيكس؟ أكيد طبعا، ده يفضل دايما الحلم هو الاولمبيكس. طب مامتك وباباكي بقى، باباكي بالذات اللي وداكي اللعبه دي وهو عن وانت عند وانت عندك 4 سنين، قال لك ايه بقى لما كلمك اول مكالمه؟ كان مبسوط جدا، لان هو كان نفسه فعلا في الميداليه دي، كان هو الامل كان عيني المره دي، فهو اكيد مبسوط جدا، لان هو كان بيقول لي انا نفسي في الميداليه. وانا طبعا بهديها لماما وبابا ومدربي، كل واحد وقف معايا ومساعدني ان انا اوصل للميداليه دي. ايه حلمك يا نانسي؟ ايه حلمك في المرحله القادمه؟ اني طبعا الاولمبياد ده حلم كل لاعب رياضي، وطبعا اني اجيب ميداليات ثانيه في كاسات العالم. احنا عندنا كاسات عالم ثانيه ان شاء الله قريب، فاتمنى ان شاء الله اني اجيب فيها ميداليات ثانيه وارفع علم مصر ان شاء الله. والاكيد البنات انا عارفه ان عندهم مسابقات تانية بكره وبعده، عندهم لسه في بكره تاني ان شاء الله بنات تانية هتلعب، وربنا معاهم. اصعب حاجه في اللعبه دي ايه يا نانسي؟ هي اللعبه كلها صعبه، ريسك شويه، ممكن اعمل اي حاجه غلط، اقع، يحصل اي حاجه بعد الشر، فطبعا لازم ابقى مركزه كويس جدا، ولازم ابقى محافظه على نفسي كويس جدا، ولازم اسمع كلام مدربي، امشي على التعليمات اللي هو بيقولها علشان خاطر اوصل اعلى مستوى ممكن اوصل له. كنت خايفه؟ الصراحه انا كنت متوتره شويه، لان البطوله بقالنا كتير ما نافسناش، بقالنا كتير ما لعبناش بطولات، وده طبعا بيزود الاستريس علينا، والاول بطوله بقى تتعمل في مصر في ارضنا وفي ملعبنا، فانا كان نفسي اعمل حاجه حلوه عشان افرح الناس كلها ان شاء الله. انت شكلك اسكندرانيه، انت منين يعني؟ ايوه شفتي اسكندريه. تلعبي في نادي ايه؟
مؤسسة عسكرية. مؤسسة عسكرية، أنا قلت برضو على طول تتعمل وكده. أهل اسكندرية العظام وبنات اسكندرية، مبروك نانسي تومان، ألف مبروك نانسي تومان على ذهبية، ألف ألف مبروك نانسي تومان علي زهران. شباب يفرح، حبينا نبتدي الحلقة. الحلقة دايما بيبقى فيها أخبار كتيرة، وأخبار كتيرة مش كلها يعني عظيمة، ولكن لما يكون عندنا خبر مهم في فرحة شباب، في شباب بيحقق نتيجة، ونتيجة بتخلينا عندنا أمل أن الشباب دايما لما ينخرط في الرياضة ويهتم بيها ممكن يبقى زي نانسي وزي علي، ويقدر أنه هو مش بس يحقق كاس عالم اللي بقينا بننظم كتير من دورتها في مصر، ولكن أيضا نوصل الأولمبيكس. وعلى فكرة عندنا فرق كتيرة جدا بدأت تسافر إلى طوكيو لأولمبيكس اليابان 2021، فنتمنى لهم كل توفيق. يعني في ناس في معسكرات، هنحاول أن احنا يكونوا معانا، لكن حسب بقى اللي سافر واللي في معسكرات، فنتمنى لهم كل توفيق وهنتابعهم في اولمبيكس. واتش إت، ما تخليش حاجه تفوتك.